نتجه الآن إلى أمريكا لنستمع إلى تلاوة المتسابق عبد الله نادر أبو النجا، نشاهده سويا على الشاشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي عبد الله نادر أبو النجا، أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية وأصلي من فلسطين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. إذن المتسابق الثامن عبد الله نادر أبو النجا من أمريكا، كلمتكم شيخنا الكريم. حياك الله يا أخ عبد الله. عبد الله اسمه؟ نعم. يا عبد الله ليش مستعجل؟ ليش مستعجل يا ابني؟ ها يعني الآيات اللي انتقيتها كلها آخرها ألفات، ما عم بتجيب ألف، أنت عم تجيب فتحة. علما، ربي زدني علما، وين الألف؟ علما، ما حركتين، مو علما فتحة هكذا، عزما، أبا، فتشقى، يبلى، كل هذا ألفات مختزلة صارت كأنها فتحات. ليش يا ابني؟ لماذا لا تقول علما، عزما، أبا، فتشقى، قا، حركتين، حرف هذا حرف لابد من نطقه كاملا. يعني لو اختفت هذه الأشياء من تلاوتك ما أجمل كانت التلاوة. نجد، اكسر الجيم كسر كامل، ولم نجد له عزما. نجي وليس نجي، جي هذه إمالة، نجد هذا كسر كامل. الله يرضى عليك، تلاوتك جيدة بس خربتها بهالاختزالات هذه تبع الألفات. بارك الله فيك. وفيك بارك شيخنا الكريم. شكرا لك أخي عبد الله نادر أبو النجا من أمريكا.